طبعا المصور اللي وياي تايلندي يحكي شوية انجليزي بس كل شوية يختفي، وين يروح ما اعرف، لان عندهم السموكينج هنا لازم يروح في اماكن يدخن بيها، فما اعرف هو وين راح ما ادري. بس علمت على لهجة عراقية، كلام عراقي راح تشوفون. وقلت له يا مطرب تحب عراقي؟ ما يعرف اكيد. قلت له قول حسام الرسام، شوفي شلون اللهجة العراقية هو يلفظها. بس صدق تموت، وناس كلش محبوبين. المهم بس خل اشوفه وين اللي انتهيت. انا وحدي هنا وبس هو المصور وياي، والانجليزيه مالته شويه. شفني وحدي هنا؟ وات؟ اوكي راح قلت لكم راح اسمعكم كلام يحكي بالعراقي. شوفوا اسمه، وات يور نيم؟ بان. اوكي بان، شفتوا اسمه؟ بان. بان قول يعني سبيك. صباح الخير. صباح الخير. قلت صباح الخير. قول ضلع. 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 عافية. قول حسام الرسام. حسام. حسام. رسام. رسام. قول العراق. حسام رسام. قلت قول العراق. عراق. 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 أوكي. طبعا بان هو المصور الخاص مالتي بتايلاند، ناس كلش محبوبين. اي لاف يو بان. بان بعد لا تعرفني وحدي، لا تعرفني وحدي. بان بعد لا تعرفني وحدي، لا تعرفني وحدي. اوكي وين نروح؟ وين نروح؟ مي؟ يس؟ هاي معاناة شوية. هو الوحيد المسؤول عني هنا بتايلاند انه في محافظات التربية. ثانك يو بان. اي لاف يو. هو مصور بروفيشنال هنا كلش قوي. انسان طيب جدا، لكن مشكلته الوحيدة الانجليزي مو كلش قوية عنده، بس عنده دليل انه لازم يوديه ويجيب. رجعت استراحة الغرفة مالته. وين 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 وين؟ ايه معقولة؟ ايه لا لا مستحيل. مثل القطط واقفة. طلع الكارت ما بيشحن، 4 مرات صعدوا ونزلوا وهم ما بيشحن، وراح انتظر هنا. وأخيرا انفتح الباب، طلع الباتري عندهم. غرفتي العزيزة، هسه راح أبلش بس شوية ترتيبات وهاي التفاصيل، وبعدين راح أقعد شوية أسولف وياكم. أوكي اكو مسجات وصلت هسه، يقولوا لي سلاف من بنات ولد، شو طلعتي خارج العراق كنت تلبسين سلوخ؟ عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، كل من حر بحياته، كل من يلبس على راحته، ياكل على راحته، يشرب على راحته، يسافر على راحته، هاي حريه شخصيه ما حد يتدخل بيها. مثل ما انتم عندكم حياتكم الشخصيه ما تقولوا ان احد يتدخل بيها، بملبسكم، بسفركم، اكلكم، طبتكم، طلعتكم، لا تتدخلوا بحياه الاخرين، من هذا فضول. وبعدين اكو الله سبحانه وتعالى هو اللي حاسب، مو بني ادم هو اللي حاسب، هو اللي اذا نبقى على البني ادم لا كان تنقلب الدنيا. فيا ريت انه هاي الامور تحتفظون بها نفسكم، وماكو انسان ما عنده عيوب، فلا تعايبون على الناس وانتم عندكم عيوب، احترامي وتقديري. وهذا الكلام موجه للبعض الناس، يعني بعض اللي دزوا المسجات، مو للكل. احترامي وتقديري لكم، وانا احبكم واعزكم، وانتم تاج على راسي مثل البعض. هسه راح اتعشى واشبع، وبعدين افرغ الماده بالهارد حتى احضر الباشر شنو اشتغل. انتقلت من جزيره شانغ ماي، هسه اني في بانكوك. بس ما اقول لكم الرحله كانت كلش طويله، وانا جيت نعسانه، بس اريد اندل وين. هسه اكمل لكم الباقي، بس خلينا ننزل.
شلون احنا بس سندريلا تصعد الدرج، بس مو هيك درج.